معروف يعني معروف. معنا الحاج، تعرفنا على نفسك حاج. ياسر خليل سلمان. أهلا وسهلا فيك. حضرتك طبعا من مشهد. من مشهد. أهلا وسهلا فيك. تحكي لنا وين أنت ساكن هنا في مكة؟ أفراج التوبة. أفراج التوبة. تحكي لنا يعني كيف كان مشوار وصولك لمكة؟ كيف هالأيام اللي فاتت شعرت فيها؟ كيف ال 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 الاستقبال من طرف المسؤولين، إن كان المسؤولين الأردنيين أو السعوديين أو حتى لجنة التنسيق لشؤون حجاج عرب 48؟ أنا مليح ممتاز الحمد لله. نعم. كيف مشوارك كان خلال الباص ولا جيتوا بالطيارة أنتوا؟ لا جينا بالباص. بالباص. كيف كان على الطريق؟ كيف كان على المعابر؟ مليح الحمد لله. ما تعوقتوا كثير؟ لا مش كثير. مش كثير. انت حج اول مره بتيجي لهون؟ اول مره. اول مره. وان شاء الله عندك نيه ترجع ان شاء الله. ان شاء الله على العمره ان شاء الله السنه الجايه. ان شاء الله. يعني هذا محفز لك انه ترجع مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. بنسالك بالنسبه للسكن افراج التوبة، كيف شعرت انه السكن هناك؟ شوي الغرف شوي قديمه. نعم. والفرش شوي قديم. نعم. بس مليح الحمد لله. نعم. كم شخص انتم بالغرفة؟ ثلاثة. وبتحس انه الغرفة وسيعة يعني مناسبة؟ مليحة بس شوية ضيقة. ضيقة. يمكن لانك انت اول مرة، قد يعني يقول انسان خاصة انسان اللي مجرب يقول لك هيك بالحج، يعني بالحج ما بيقدروا اللي يحطوا في غرف بحطوا فيها أربعة وخمسة وستة حتى. ف يعني بالنسبة للقضية الثلاثة بالغرفة، أنا كنت موجود عندكم في أفواج التوبة، شفت الغرف. الغرف يعني مليحة، مليحة لحجاج، مليحة يعني ما هي ضيقة. ولكن لو سألنا يعني في عندكم طاولة، عندكم كراسي، في مناشف، بعطوكم كل شيء توفر؟ في طاولة، في مناشف، وفي بلاطة اللي نقدر نعمل عليها قهوة وشعلات. مكيف في عندكم، مزقان، كل شيء في عندنا موجود، كل شيء موجود فيه. نعم. شو بتحب توصل لأفراد العائلة الموجودين في البيت؟ بحب أسلم عليهم عديدة سلامات، وإن شاء الله كل حالتهم وإنهم خير إن شاء الله. شكرا لك حاج. أيضا معنا الحاج، تعرف عليك. الله. يوسف أحمد محسن من قرية المشهد. أهلا وسهلا فيك حاج. حياك الله. نعم. شو الرسالة بتحب توصلها أول إشي لأفراد العائلة وتعيد عليهم؟ والله أول شيء أنا بدي أشكر كل اللي قائمين على قافلة الحجاج. ما شاء الله. يعني من ما تطلع من بلدنا حتى الأردن الإخوان، حتى تصل السعودية والحكومة السعودية على ما تقدمه للحجاج، لأنه الحمد لله رب العالمين. أنا بقول إنه لا ينقص الحجاج إلا رحمة الله. ما شاء الله. كل إشي موجود ومتناول اليد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كيف شعرت المعاملة يعني خلال وجودك في مكة المكرمة من قبل يعني 10 أيام؟ والله المعاملة يعني عادية، بعاملوا الحجاج كلهن على كل، برحب بالحجاج والكل بده رضا الحجاج، يعني الحمد لله رب العالمين. نعم. رب العالمين. يعني أنت حضرتك حجيت قبل مرة ولا هي أول مرة؟ والله حجيت قبل مرة. آه. كيف المعاملة إسا؟ كيف كان أو كيف الظروف اليوم؟ والله أنا حجيت قديم يعني مش السنة، أما الحمد لله الظروف اليوم أحسن. أنا كيف أنا شفت كثير تطورت أمور كثير الحمد لله. الحمد لله. بالنسبة للسكن يعني الحج تحدث إنه ضيقة وقديم الأثاث. والله هذا يعني الأوتيل اللي إحنا نزلنا فيه هذا المستوى تاعه، لكن إحنا راضيين الحمد لله. الحمد إحنا مش جايين هون نزل، جايين لعبادة. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يعطيكم الصحة. شكرا لك. كل عام بخير. حياك الله. نعم. معنا الحج ايضا، تفضل. ازيك كان المنصور من مشهد. اهلا وسهلا فيك حج. حج تحكي لنا اول شيء شو مشاعرك؟ لابد انه يعني الواحد لما يصل مكه المكرمه له مشاعر جياشه لقد ايمانيه اكثر من ايام اخرى. الحمد لله. الصراحه انا اول مره بصل لهون، لما وصلت يعني شفت الحرم ما بعرف شو قدر اوصف شعور اللي كان يعني. نعم. شعور رائع يعني لما تيلو ما شفتش يعني ولا مره بحياتي كان عندي شعور هالشكل. نعم. فطيب وكيف كانت مسيرتكم من يعني من عمان لهون، او حتى نسال انتم طبعا مريتوا عن الشوني، كيف وضع الشوني؟ كيف شفت انت الشوني؟ وضع الشوني كثير منيح يعني، كيف كانوا يخرفونا حجاج انه يعني مش نظيفه وكذا، بالعكس اليوم نظيفه، الساحه مزفته، وضعي كويس ممتاز. نعم. ممتاز. بالنسبة للسكن اللي أنت ساكن فيه،
السكن مش بطل. نعم. مش بطل لأن المكان الحجر في مش كبير يعني خلينا نقول طاولة يعني إذا بنقعد نتغدى وكذا خلاص سكرت الغرفة يعني. نعم ما شاء الله. أما الحمد لله. طيب يعني شو بتحب توجه لأفراد العائلة في البيت؟ أول شيء بهدي سلامي لأبوي وأمي وأتمنى رضاهم لأولادي. نعم. بنتي اليوم عيد ميلادها 3 سنين ما شاء الله. لا عمي ومرت عمي وكل الأقرباء أخوتي وأخواتي أولاد عمي. نعم. ولا كل من بيعرفني. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. الله يخليك حاج.